صراحة كانت واحد ردة الفعل اللي هي إيجابية استجابة للبيان اللي صدر من جلالة الملك وأنه تم إعفاء مجموعة من من الوزراء والمسؤولين الدولة هادو هما اللي كنا حنا كنحاربوهم هادي عام وحنا كننضلو باش يتعفاو هاد المفسدين هادو الحمد لله جلاله الملك استجب لنا وراه حنا كنا متقنين وواثقين انهم معانا وسهران على الحقوق ديالنا والفرحه الثانيه استجابه ماشي حنا كعائله المعتقلين حتى المعتقلين اخوان ديالنا اللي كانوا في اللي كانوا مع ناصر الزفزافي انهم عرفتي باش باش استجبوا بعاش الملك بينوا انهم ماشي انفصاليين وانهم مع الملك وحنا هاد هادو ديال الجلسه الثانيه ديال اللي هي مجموعه ديال احمجيق ومعاه الاخ ديال بدر الدين باش غادي يستجبوا بالتعليق ديالهم للاضراب لان جلاله الملك نصفهم واعتليهم الحق